تجاوز الـ50 مليار دولار سنويا للموظفين، للمتقاعدين، للرعاية الاجتماعية، فحجم المدفوعات رقم كبير. هذا في الحقيقة ينظر له عادة محنة كبيرة على وحجم ثقيل وكبير على موازنة الدولة العراقية، لكني أنا من خلال هذه المحنة ردت أن أعتبر هذا منحة. اعتبرت هذا الحجم الكبير من المدفوعات هو قدرة شرائية بالأساس. يعني اليوم أنت من 50 مليار سنويا تعطى بشكل رواتب للموظفين والمتقاعدين، إذن هذه قدرة شرائية. ولدينا إحصائيات في وزارة التخطيط تقول أن الشعب أو الموظف العراقي 90% من راتب الموظف العراقي ينفق على البضاعة المستوردة. نعم. يعني تخيل 50 مليار، 45 مليار سنويا يطلع من عندها خارج العراق، لأنه تشتري حتى العصائر وحتى الماء وحتى الغذاء يشترى مستورد من الخارج. وأيضا لدينا إحصائية في وزارة التخطيط أن 30 إلى 32 من راتب الموظف العراقي ينفق على الطعام والشراب. يعني أنت عندك اليوم قدرة شرائية ب 15 مليار سنويا تصرف على طيب. الطعام والشراب. لذلك ركزنا في مشاريع الشباب على المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات التحويلية.